بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية أن نخاطب العالم أجمع، ونتحدث إلى المؤتمرين بصفة خاصة، مذكرين بلقائهم الدولي السابق في ستوكهولم، ذلك اللقاء التاريخي الذي يعد أول خطوة صحيحة لإقامة علاقات سليمة بين الإنسان وبيئته. لقد مضت 20 سنة على ذلك اللقاء، شهد العالم خلالها الكثير من الكوارث البيئية الناتجة عن صراعاته واقتراف يده، قبل أن يدرك هول الخطر مرة أخرى. إننا في سلطنة عمان وفي العالم العربي نود أن نشيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ودورها التنظيمي لهذا المؤتمر، كما نشكر حكومة البرازيل الصديقة على ما بذلته من جهد وتنسيق. وكعالم نعيش معا على كوكبنا الأرضي هذا، قد أهملنا كثيرا مسألة المحافظة على البيئة وموارد الطبيعة بغايات التنسيق الجماعي، بل ذهبنا في اتجاه المعاكس في تسابق عجيب بحثا عن الرفاهية والتقدم الصناعي دون مراعاة للتوازن المفترض بين التنمية والبيئة، ودون احتساب للآثار الوخيمة لهذا التقدم الصناعي على غلافنا الجوي وطبقات الأوزون ومياه الأنهار والبحار وانقراض الحياة والغابات والتلوث وتلوث التربة الخصبة. وإذا ما استمر الحال على هذا النحو، فإن البشرية قد تشهد نوعا من الانتحار الجماعي لا سمح الله. أيها المؤتمرون، إن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية لا تحدها الحدود السياسية للدول، ثبت ذلك غير مرة. وعليه فإن على الإنسان أينما كان أن يساهم في الحفاظ على البيئة وأن يتصالح معها وأن يتعامل معها بعقلانية وأن ينتبه للمسببات الكثيرة للتلوث، سواء طبيعية وبيولوجية أو صناعية وكيميائية وفيزيائية. وعلى كثير من الشعوب أن تحد من التكاثر العشوائي وتحافظ
على ما تبقى لها من مراعي ومياه بعيدا عن مؤثرات التصحر والجفاف. كما ندعو العالم الصناعي إلى وقف هذا التزاحم التكنولوجي والتسابق نحوه، وأن يعمل على تضييق الفجوة الواسعة في الاقتصاد العالمي بينه والدول النامية من أجل المحافظة على التوازن المطلوب بين التنمية المنشودة والحفاظ على بيئته نقية. ويقيننا بأن مؤتمركم سيولي أهمية قصوى للقضايا المتعلقة بهذا الموضوع. إننا في سلطنة عمان باهتمامنا الشخصي بتوجيهاتنا الدائمة لحكومتنا وبالتنسيق القائم مع الدول المحيطة بنا نبذل جهودا صادقة للحفاظ على بيئتنا ومياهنا الإقليمية بعيدا عن التلوث والضوضاء. ولقد شهدت منطقة الخليج والشرق الأوسط مؤخرا كوارث بيئية مؤسفة ومؤلمة نتيجة صراعاتها، وما لم يتم تسوية المشاكل الإقليمية بصورة سليمة فإن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والاستمرار في التنمية الرشيدة تبقى معرضة للهدر. راجينا أن يسمح الانفراج العالمي وتوجهه الإيجابي إلى تسوية بوار الخطر لنلتفت معا ونتضافر جميعا بغض النظر عن الأيديولوجيات لمعالجة كافة قضايا التنمية والبيئة بروح من الوفاق والمحبة والسلام من أجل حياة صحية نقية لنا ولأجيالنا القادمة. والسلام عليكم.